عبر الهاتف تنضم الينا الدكتوره جيهان جادو، عضو المجلس المحلي بفرساي. دكتوره جيهان، اهلا وسهلا بحضرتك. ما هي التفاصيل المتاحه حتى الان للفرنسيين بخصوص هذه التحقيقات؟ اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا هو الخبر فيه يعني يمكن ازعج بعض او العديد من الفرنسيين، طبعا لان في الغالبيه العظمى يعني يعلم تبعات العمليات الارهابيه التي حدثت فيما سبق، لكن الحقيقه يعني الشعب الفرنسي يامل بين يوم وليله ان ينتهي هذا الكابوس. لكن اليوم يعني في اعلان وزير الداخليه عن استيقاف او توقيف يعني اربع من العناصر التي كانوا يعتزمون ان يقومون بعمليه ارهابيه جديده. اصبح هذا يعني الكابوس يعني كما يطلق عليه الفرنسيون مستمر. فطبعا يعني هذا الموضوع له جوانب بعيده يمكن في التحقيقات التي قد تمت من قبل من قبل الداخليه الفرنسيه هنا في بعض الاعمال الارهابيه التي قد حدثت فيما سبق. فكان بالفعل هناك جهاز استخباراتي كبير جدا هنا بفرنسا للكشف عن هذه العمليات وعن المشتبهين فيهم. فاليوم يعني تأكد بما لا يدع مجال من الشك حين يعني أبلغت وزارة الداخلية أنه بالفعل قام استيقاف أربع أشخاص، وأيضا بأن هناك أدلة تشيد فعلا أو تؤكد على القيام، كانوا يعتزمون القيام بإجراء عملية إرهابية كبرى. فإذا هنا فرنسا عندما تتكلم أو وزير الداخلية يطلع يظهر في حديث صحفي ويؤكد على ذلك، فإذا أن المعلومات صحيحة بما لا يدع مجال للشك. يمكن أيضا ما يعني هل هناك تفاصيل عن الأربعة الموقوفين يا دكتورة جيهان؟ ما إذا كانوا فرنسيين من أصول غير فرنسية، كانوا من المهاجرين، هل هناك اي تفاصيل مرتبطه بهوياتها؟ هو الحقيقه في الغالبيه العظمى فرنسا لم تعلن ابدا عن تلك التحقيقات الا اذا كانت بالفعل هي تقوم ب يعني ادله مؤكده. لكن هم يعني في هناك اقاويل بان ما بينهم قاصر كان بالفعل كان محكوم عليه من قبل ب يعني سنتين او عامان مع ايقاف التنفيذ، وكان يوضع في بعض يعني بعض المؤسسات التعليميه وتلقي التعليم وغيره، وكان المفروض ان هو سوف يذهب الى سوريا، لكن بكل اسف لم يظهر حتى الان او لم يستدل على اذا كانت جنسيتهم فرنسيه الاصل او جذور عربيه او ما شابه. لكن هي الحقيقه يعني فرنسا عندما قالت بذلك فهي على متاكده تمام التاكد بان هناك فعلا كان سوف يتم مخطط ارهابي، ويعني نتمنى السلامه. الحديث عن ان الاربعه افراد او الاربعه اشخاص من تم توقيفهم ومن بينهم او احدهم من بين القصر له علاقه بتنظيمات اخرى، له علاقات بشبكه اخرى خارج فرنسا، ولا المساله كانت مرتبطه فقط بتنظيم من هذا النوع مكون من اربعه افراد ينشطون في داخل فرنسا؟ لا للاسف شديد هو يعني الحديث كان مؤكد يمكن عندما ادلى ايمانويل ماكرون ايضا وتشديده على يعني محاوله القضاء على الاسلام السياسي في الخميس الماضي. فطبعا هذا يؤكد بان هناك منظمات خارجيه ايضا يعني تدعم هؤلاء الموجودين على الاراضي الفرنسيه، ويعني هناك علاقه وطيده جدا ما بين الجماعات في دول اخرى، وتتورط ايضا في احداث جرائم واحداث اعمال ارهابيه هنا على الاراضي الفرنسيه. فطبعا هناك علاقه وطيده جدا ما بين سواء اذا كان هنا يعني عمليات هنا هؤلاء مجندين لحساب بعض الجماعات الارهابيه في الدول الاخرى، ويمكن على الاقل يمكن اشار بشكل او باخر الى سوريا.